السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا النهاردة في مطبخ ريمي صينية السمك، تحفة، صينية سمك خطيرة. انسي بقى اي طريقة سمك تانية، انسي المقلي، بجد لو عملتيها بالطريقة دي تحفة وسهلة وبسيطة. صينية ريحتها جايبة لآخر الشارع، حلوة جدا وطعمها جميل قوي وخفيفة على المعدة قوي، بجد طريقة سهلة سهلة سهلة. يلا بينا نسمو بسم الله ونشوفه مقاديرنا على طول، يلا بينا. اول حاجه معايا سمك بلطي، انا جايباه ومنضفاه بالشكل اللي احنا شايفينه كده، متنضف ومغسول كويس جدا، مغسول الزعانف بتاعته مغسول كويس، او حمل له برشه خفيفه من الملح بالشكل ده، ورشه الملح ارشه عليه من كل الجناب وفي قلبه من جوه كمان رشه خفيفه كده، وبتتساب بعد رشه الملح ديت بيتساب حوالي 10 لربع ساعه، تسيبيه بس كده شويه في الملح، وهعصر كمان عليه ليمونه، عصير ليمون بالشكل ده عليه كله، واسيبه بقى ربع ساعه كده يشرب من التمليحه الجميله دي، ونرجع نكمل مع بعض ونشوف المقادير بتاعت صينيه السمك الخطيره بتاعتنا. المقادير دلوقتي معايا الخضار اللي هستعمله في السمك، بطاطس متقطعه حلقات وسط زي ما احنا شايفينها كده، ومعايا بصل، ومعايا فلفل، ممكن فلفل الوان وممكن فلفل اخضر، معايا طماطم، ومعايا كزبره خضراء، ومعايا شطه حراق دي اختياري، ومعايا ثوم متقطع حلقات، ومعايا نص كوبايه ميه، ومعايا زيت وصلصه، ومعايا هنا معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كمون، ربع معلقه فلفل اسمر، والملح. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيب نص كوبايه الميه وانزل بيها، وهنزل بعديها بربع كوبايه من الزيت، زيت الذره حوالي ربع كوبايه، تمام. وهنزل بأربع فصوص ثوم متقطعين حلقات، وقرن شطة متقطع حلقات وده اختياري، وربع ربطة من الكزبرة الخضراء أو حوالي 5 عيدان من الكزبرة الخضراء متقطعين ناعم، وهنزل كمان بصلصة حوالي 2 لـ3 كبار، تمام بالشكل ده، دي التتبيلة. وهنزل بالكزبرة الناشفة والكمون والبابريكا والفلفل الأسمر والملح، وابتدي دلوقتي دي التتبيله بتاعتي، وهقلبها بقى واخلط المكونات كلها مع بعض. بجد تتبيله جميله، صينيه سمك رائعه، هتعجبكم، هتنبهروا بيها، فعلا خطيره فعلا، يعني ما اقولكمش ريحتها كانت في الفرن فظيعه فظيعه، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هنزل بالخضار بتاعي اللي هو عباره عن بصلتين متقطعين حلقات، قرنين فلفل كبار، طماطمتين كبار متقطعين كلهم حلقات بالشكل ده، ومعايا بطاطستين كمان متقطعين حلقات وسط، وهخلط كل المكونات دي في التتبيله اللي انا حضرتها بالشكل ده. خلطت كل المكونات، جبت الصينيه بتاعتي او القالب البايركس او الصينيه اللي انتي هتستعمليها في عمايل السمك، اي صينيه، ممكن طاجن فخار كمان السمك يبقى ريحته فيها جميله. وابتدي ارصص اول حاجه شرايح البطاطس بالشكل ده بالراحه وجنب بعض كده، وبساويهم جنب بعض، وطبعا شايفين البطاطس واخده من التتبيله كويس قوي. هرصص حلقات البطاطس كطبقه اولى، والطبقه الثانيه هتبقى حلقات الطماطم، وهرش دلوقتي البصل كمان، شرايح البصل اللي انا مقطعاها هحط حلقات كده منها، والفلفل الاخضر كمان بالشكل ده. انا معايا دلوقتي بقى حبه تتبيله كده، في بقى حبه بصل على حبه فلفل على شريحتين طماطم بقيتهم مع التتبيله الاساسيه بتاعتنا، وهبتدي اخد السمك واحشيه واقلبه في التتبيله دي. نستعملوا ايدينا احسن بقى عشان نعرفوا ايه، نحشو كويس كده ونتبله حلو. امسح السمكه من بره ومن جوه بالخلطه بتاعتي دي، شايفين لازم السمكه بقى ايه كلها كده تاخد من التتبيله، وارص في الصينيه فوق الخضار بتاعي. بالشكل ده كده
هعمل كمان سمكية. بالشكل ده هديها من التتبيلة من كل الجناب. طبعا ميزة الصينية دي ان انت لو تسيبيها نص ساعة كمان بعد ما تعملي التتبيلة دي من قبل ما تدخليها الفرن، سيبيها بس نص ساعة كده على الرخامة او في التلاجة، سيبيها تشرب من التتبيلة هتبقى رائعة. انا مستعجلة هحطها في الفرن على طول، بس صدقوني لو سبتوها نص ساعة تشرب من التتبيلة هتبقى جميلة جدا جدا جدا. هتبل كل السمك بنفس الطريقة ونرجع. خلصت يا حبايبي السمك اللي معايا، وهنزل ببقية التتبيلة فوق السمك وبقية الخضار الباقي بالشكل ده. خلاص كده دي صينية السمك جاهزة معايا على السوا، جميلة بجد، تتبيلتها رائعة، خفيفة على المعدة بجد، حلوة قوي. خلاص كده حطيت كل التتبيلة بتاعتي، هلفها بورق فويل وادخلها الفرن درجة حرارة عالية يستوي بسرعة، واول ما يستوي ياخد وش جراتان، واول ما هياخد وش الجراتان بتاعي او اديها الوش تحت الشواية بس 5 دقايق مش اكتر اطلعها ونقدموها مع بعض. انا هغلفها بالورق الفويل وادخلها الفرن، مش هتاخد معايا نص ساعة وتكون طالعة، واول ما تطلع نقدموها مع بعض ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. بصوا يا حبايبي بعد ما طلعت شوف شكلها لسه طالعة من الفرن، تتاكل بقى جنبها طبق خضار عيش رز ابيض، هتبقى فوق الرائعة بجد، حلوة جدا، ريحتها خطيرة، ريحتها ما اقولكمش واصلة لآخر الشارع، جميلة جميلة. أتمنى تجربوا صينية السمك دي، سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وانسوا أي طريقة سمك تانية صدقوني الطريقة دي رائعة. أتمنى يكون الفيديو النهاردة جميل وعجبكم، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.